كما أكد مدبولي أنه لم يعد أمام أي حكومة رفاهية التخطيط للمستقبل القريب مع التطورات المتلاحقة في المنطقة مضيفا أن حالة عدم اليقين تملي على الحكومات حول العالم التعامل مع الأوضاع على المدى القصير بمنتهى الأمانة يعني أنا ودايما أنا بقولها إحنا موجودين في حالة أو في مرحلة فارقة يعني أعتقد في مرحلة استثنائية وحضركم تشاركوني لم تشهدها لا العالم ولا المنطقه منذ عقود طويله. وتيره الاحداث وسرعه التغيير اللي بيحصل والمستجدات اللي بتحصل فوق طاقه اي حد النهارده يعني كلنا انا بقول بدون مبالغه بنلهث ورا الاحداث اللي كل يوم بتحصل. وكل اسبوع يعني لما بعمل الاجتماع بيبقى الاسبوع اللي بعده كميه احداث وفعاليات حصلت في خلال اسبوع واحد بتغير تفكير ورؤى يعني وتوجهات للعالم كله فالحقيقه كل الحكومات اللي موجوده النهارده ما اعتقدش عندها بقت الرفاهيه انه يضع تصور لسنتين وثلاثه واربعه لقدام في ضوء تغيرات زي ما حضراتكم شايفين يعني انا كنت بقولها لزميل زمايلي يعني مش من ليس من المبالغه ان احنا قاعدين النهارده وممكن نقعد ساعتين ثلاثه احنا مش عارفين في الساعتين ثلاثه ممكن يحصل ايه واحنا قاعدين دلوقتي من الوارد يحصل تغيير جذري في بعض <applause> اللي بيحصل دلوقتي يؤثر علينا لعقود قادمه، يعني من كتر تداعيات هذا الموضوع. فبالتالي يمكن احنا طبعا بقينا في حاله عدم يقين هائله بتملي على الحكومات التعامل مع الاحداث بصوره المدى القصير، وازاي ان انا استوعب اللي بيحصل ده واتعامل معاه بنظريه الاستمرار والاستقرار ومحاوله الابقاء على الاوضاع الموجوده في الدوله